بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب السابع من الكتاب الخامس والثلاثين، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب. والضب حيوان يعيش في المناطق الصحراوية غالبا، وشكله يعني ايه، يشبه السحلية كده، او يشبه برضو التماسيح الصغيرة. ولو عايز تشوفه هتخش على النت وتكتب الضب وقول سيرش، هيجيب لك صور كتيرة ليه، تعرفه بس عشان تعرفه، مجرد تعرفه لانه مذكور في الاحاديث، لان في ناس ما شافتوش، في ناس عاشت وماتت وما تعرفتش عليه، فالحمد لله انك انت تتعرف على السيد الضب، واخد بالك، اللي النبي كره ان ياكله لانه شكله فعلا مستقذر كده، الا ان النبي اباحه صلى الله عليه وسلم، فهو مباح الا ان النبي كان يعافه. وهو مكروه عند الاحناف، الاحناف الوحيدين اللي قالوا عليه مكروه وليس مباحا الضب، ولكن الجمهور على اباحته. واضح. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 39 بعد 105,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه، يعني اللي نفسه تيجي عليه يأكل لكن انا مش حاكل صلى الله عليه وسلم. كويس. قال لست بآكله ولا محرمه. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الضب، بمعنى حديث الليث عن نافع، غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه سمع الشعبية أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد
وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. فأعافوا، يعني ليس من طعام قومي، يعني فأعافوا. قريش ما كانت ايه، معظم اهل قريش واهل مكة ما كانوش يحبوه معظمهم، لكن بعضهم كان ياكل، زي خالد بن الوليد قاعد قال وما فيش مشكلة عنه، راجل محارب بقى وتمشي معاه. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. ميمونة زوجة النبي، خالد سيدنا خالد، وخالد سيدنا مين؟ عبد الله بن عباس، هما الاثنين، لان ايه؟ لانه كانوا اخوات، ثلاثة اخوات بنات ولاد الحارس، ستنا ميمونة منهم، كويس. وام سيدنا عبد الله بن عباس اللي هي لبابة الكبرى كانت ايه؟ اخت ميمونة، وام سيدنا خالد اخت ميمون. يبقى سيدنا خالد رايح بيت خالته، وسيدنا عبد الله بن عباس رايح بيت خالته، فهمت ازاي؟ اللي ام المؤمنين ميمونه، دخلوا عليها عشان ايه؟ يزوروها. فاتي بضب محنوذ، محنوذ يعني مشوي، محنوذ يعني ايه؟ وجاء بعجل حنيذ في القران يعني مشوي. فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. يمكن مش عارف إن ده ضب، عشان كان متقطع يعني، مش جايبينه جاهز كده. والنبي هم عارفين الزوجات إن النبي ما يحبش يأكل الضب، فقالوا إيه؟ أخبروا رسول الله إن اللحمة دي ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، ما هو لا جناح عليكم أن تأكلوا من إيه؟ من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم وفيها وخالاتكم. فهو رايح سيدنا خالد بياكل في بيت خالته، هو حر بقى، ما فيش مشكلة، فهمت؟ وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب، قال حرملة: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا مشويا محنوذا، قدمت به اختها حفيدة بنت الحارث من نجد. وحفيدة دي بقى اللي هي ام سيدنا خالد اظن، اخت ستنا ميمونة من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم اليه طعام حتى يحدث به، يعني يتقال له الاكل ده ايه، يعني يحدث به، يعني يتقال له ده الاكل ده كذا وكذا وجاي من فلان. ويسمى له، فاهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الضب، فقالت امراه من النسوه الحضور: اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني أكرهه أو أستقذره. أعافه يعني إيه؟ أكرهه أو إيه؟ يعني أستقذره. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. يبقى مباح،
استدل العلماء على الإباحة، واستدلوا أيضا على أن الكف بعد الهم لا يدل على الكراهة، لأن النبي كف بعدما هم، مش هم أن يأكل ثم كف. يمكن الإنسان بالقرائن دي يفتكر أن ده مكروه بقى، فهم؟ فاستدل العلماء على أن الكف بعد الهم لا يدل على الكراهة. وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال أبو بكر حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث. يبقى إيه أم حفيد دي بقى؟ مش هي هنا مرة قال إيه أختها حفيدة، وهنا قال أم حفيد، يبقى تعددت القصة، تعددت القصة. في الرواية اللي فوق كانت إيه؟ حفيدة بنت الحارث من نجد، اللي هي أختها، أخت ستنا إيه؟ ستنا ميمون. لكن هنا لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث. وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. وعن أبي قال، وربما تبقى هي نفس الرواية، ويبقى كلمة أم حفيدة دي أم الزيادة دي إيه؟ وهم من بعض الرواة، واضح؟ تحتمل تبقى هي نفس القصة. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم، ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة. وعن أبي قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة ابن سهل أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب، فذكر بمعنى حديث الزهري. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضب. أضب جمع ضب، أضب يعني إيه؟ جمع ضب. سمنا وأقطا، والأقط هو إيه؟ اللبن المجفف، لبن مجفف يسموه أقط. فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا الأعاف، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك، يعني بعض الناس تاكل وبعض الناس تركب. فلقيت ابن عباس من الغد فاخبرته فاكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكله ولا انهى عنه ولا احرمه. فقال ابن عباس بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم الا محلا ومحرما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونه وعنده الفضل ابن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب، فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط، وقال لهم كلوا، فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد
والمرأة، وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. لأنه إيه، إيديه كده، كفه كده ليه صوابع كده، أما تشوف الضب وتكبر الكف بتاعه عامل زي صوابع الأدمي، حتى النبي مسك عصاية كده وقعد إيه يعد في صوابعه كده، وقال له شكله كده كأنها أمة مسخت، فاهم؟ يعني حاجة تقرف يعني. جلدها بعدين. ها؟ جلدها زي جلد التمساح. يعني. وشبه وحش. هي شكلها أنا مش عارف بياكلوها إزاي. إحنا ماشيين على مذهب النبي ما ناكلهاش. الحمد لله. أهل مصر عموما، بس بعض الناس اللي في سيناء بياكلوه. من المصريين اللي قاعدين في سيناء، سمعت إن هم بياكلوه. لكن اللي عايشين في الدلتا زينا كده وعايشين في القاهره وبتاع، لو شافوه ما ولا ياكلوه، حتى لو هيموت من الجوع، لك مش عايز، خش ينام. وعن ابي قال: وحدثني سلمه بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن اعين قال: حدثنا معقل عن ابي الزبير قال: سالت جابرا عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، يعني كثيرة الضباب، أرض مضبة يعني ايه كثيرة الضباب، إنا بأرض مضبة، فما تأمرنا؟ أو قال: فما تفتينا؟ قال: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه، يعني عافه ولم يحرمه. وعن أبي قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا أبو عقيل الدورقي قال: حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة، في غائط مضبة، غائط الأرض المطمئنة، يعني من الأرض، يعني الأرض اللي مطمئنة، يعني الإيه المستوية، يعني أدي معنى تسمى غائط، يبقى الأرض المستوية سموها غائط. إني في غائط مضبة، يبقى بأرض مضبة، هي الإيه كلمة برضو غائط مضبة، وإنه عامة طعام أهلي. قال: فلم يجبه، فقلنا: عاوده، فعاوده، فلم يجبه ثلاثا. ثم ناداه رسول صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: يا عربي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. فلا أدري، يعني النبي لم يوحى إليه ايه ان ده يقينا من ايه من الممسوخ ولا لا، لا ادري. لكن لو كان اوحي الي في المساله ما كانش هقول لا ادري وحي، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني، والامر مش محتاج يعني وحي، لانه امر مش هام، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى تركه على هذا ايه الكلام. باب اباحه الجراد. النبي قال ايه؟ احلت لنا ميتتان، السمك والجراد، كده برضه فالجراد يجوز اكله. باب اباحه الجراد. وعن ابي قال: حدثنا ابو كامل الجحدري قال: حدثنا ابو عوان عن ابي عفور عن عبد الله بن ابي اوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد.
وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته 7 غزوات، وقال إسحاق 6، وقال ابن أبي عمر 6 أو 7. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال 7 غزوات. باب إباحة الأرنب. والنبي لم يأكل الأرنب لكن أباحه أيضا، لكن النبي لم يأكل الأرنب، قال أظن أنها تحيض فعافها برضو صلى الله عليه وسلم. باب إباحة الأرنب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. استنفجنا يعني هيجناها من وكرها علشان إيه يصطادوها يعني، يبقى فاستنفجنا يعني هيجناها من وكرها أو مخبئها لنأخذها. بمر الظهران موضع مكان اسمه مر الظهران، فسعوا عليه فلغبوا يعني جريوا وراه، فلغبوا يعني تعبوا وعجزوا ما يعرفوش يمسكوه يعني. قال فسعيت حتى أدركتها، يبقى لغبوا يعني تعبوا، والقرآن بيقول وما مستنا من لغور يعني من تعب، بيرد على اليهود اللي قالوا ان ربنا خلق السماوات والأرض في 7 أيام وجاي يوم السبت تعب بقى استراح، حاجة غباوة كده. فربنا بيقول ايه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا ايه من لغوب، يبقى اللغوب هو التعب والعناء والعجز. فهنا برضو فلغبوا يعني عجزوا وايه وتعبوا. قال فسعيت حتى أدركتها، اللي هو أنس بن مالك بقى كان لسه طفل صغير جري وراه راح جابها له، الرجالة جريوا لما تعبوا ما عرفوش يصطادوا الأرنب، سيدنا أنس بن مالك جري مسكها له. فأتيت بها أبا طلحة زوج أمه، أبو طلحة ده زوج أم أنس بن مالك، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوريكها وفخديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، لكن لم يأكله على فكرة، قبله لأنه مباح لكن ده لغيره يأكله، النبي لم يأكل الأرنب. يعني أنت ممكن تقبل الطعام ولكن لا تأكل منه، فهمت إزاي؟ وكونه قبله يبقى حلال، فهمت بقى؟ قبله يبقى حلال. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوريكها أو فخذيها. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف. والخذف إنك أنت تمسك الحصى بين أصابعك هكذا ثم تطلقها هكذا، ده اسمه الخذف، وهو مكروه يعني أو حرام يعني بين الكراهة والحرمة. ليه بقى؟ لأنه قد يفقع عينا، يعني تمسك حصوة كده وتعملها كده ممكن تدخل في عين واحد تعور، مش كده برضه؟ لا ينكع عدو وقد يفقع العين يعني مضر، فما تعملش الحصوة كده. نهى النبي عن الخذف، فاهم؟ وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف، فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، يعني يقتل، ينكأ به العدو يعني لا يقتل به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقع العين، يعني لو جت في سن يكسرها ولو جت في عين يفقعها، يعني مضر يعني ملوش فايدة. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا كلمة كذا وكذا. واخد بالك؟ يعني عايز إيه؟ يهجره 3 أيام تأديبا له، يعني لا يحل هجر المسلم فوق 3، يبقى انا هخصمك بقى ادام انا بقول لك ان النبي بيكره كده وبعدين ترجع تعملها تاني، يبقى توبيخا له. لكن لا يجوز الهجر فوق 3 الا هجر بدعته،
يبقى اهل البدع تهجر البدع ولا يهجر ذواتهم، تهجر بدعتهم ولا يهجر ذواتهم. لماذا؟ لانك لو هجرت ذاته لم تستطع ان تنصحه، والنصيحه واجبه لاهل البدع. واضح؟ وعشان كده ايه كتاب النفحه الذكيه في ان الهجر بدعه شركيه للسيد عبد الله الصديق الغماري لابد انك تقراه عشان تفهم القضيه دي، لان كثير من الفقهاء امروا بهجران اهل البدع والمعاصي، الهجران ذواتهم، وهذا خطا. المقصود بهجران الهجران هجران البدعه لا هجران ذات الايه؟ المبتدع. اما المبتدع فواجب النصح له، ولا يجوز هجران المبتدع لانه مسلم فوق ثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، والمبتدع ما زال اخوك في الدين فداخل في المسألة. واضح؟ تهجر بدعته وتحذر منها، ولكن لا تهجر ذاته حتى يكون بينك وبينه صله فتنصحه وتداوم النصح له والدعاء له حتى يرتدع ويترك بدعته. ومن اراد ان يراجع الكتاب اللي قلت لكم عليه مهم، لانه اذا قرات مثلا في شرح الامام النووي، فالامام النووي يقول لك وفيه دليل على جواز هجران اهل البدع والمعاصي ولو كان فوق ثلاث. اي كده الامام النووي هذا خطا. فهمت؟ لا تغتر به ولو قاله الامام النووي. فهمت؟ وعليك ان تقرا. والامام النووي نقله عن القاضي عياض وعن الأبي وعن غيرهم من العلماء، وهذا خطأ شائع بين الفقهاء. لا يهجر أهل المعاصي في ذواتهم، بل يهجر أهل المعاصي في معاصيهم، أما ذواتهم فلا تهجر حتى يكون تناصح. واضح؟ فوق ثلاث. الكتاب اسمه النفحة الذكية في أن الهجر بدعة شركية للسيد عبد الله الصديق الغماري، طبعة مكتبة القاهرة في الصناديقية، موجود ويباع. لابد كل مسلم يقرأه فقيه، علشان لأنه بيصحح مفهوم خطأ شاع بين الفقهاء. واضح؟ وعنه به قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه. وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف. قال ابن جعفر في حديثه وقال انه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي انها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن سعيد بن جبير ان قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقه العين. قال فعاد فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا اكلمك ابدا. فاستدل العلماء بقى من كلام عبد الله بن مغفل ان ايه بهجران اهل المعاصي. هنقول ايه؟ انه يقصد لا يكلمه عده ايام ثلاثة ايام، او انه كان يفهم ذلك وان هذا يخالف الحديث. حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فلا يقدم فعل الصحابي على حديث يخالفه. فهمت ازاي؟ يبقى الصحابي ده ما وصلوش حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. واضح؟ فما نستدلش بفعل الصحابي وهناك حديث يخالفه. السير خلف الحديث اولى من السير خلف فعل الصحابي المخالف للحديث. واضح؟ وعنه قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب بهذا الاسناد نحوه. باب الامر باحسان الذبح والقتل وتحديد الشفره. وعنه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. كتب يعني فرض، فرض مجموعا، لأن الكتب فيه الجمع. إن الله جمع الإحسان يعني في كل شيء على سبيل الفرض، يبقى كتب يعني فرض وأوجب على سبيل الجمع يعني. كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.
وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. وعن ابي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي حا قال وحدثنا ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن خالد الحذاء باسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه. باب النهي عن صبر البهائم. وصبر البهائم انك انت تقيد البهيمة وتجعلها غرضا علشان تنشن عليه، هذا حرام لانه في تعذيب للبهيمة، بل لعن النبي الذي يفعل ذلك، فما بالك يفعلونه في الانسان. احيانا يعملوا كده في الناس ويعذبوهم بالطريقة دي، حرام قطعا، لانه كمان لما يجيب البهيمة ويعملها كده ويقتلها بالطريقة دي ولم يزكيها لا يحل لحمها، يبقى ضيع عمليتها، عذبها وضيع عمليتها، يبقى حرام من جميع الوجوه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت مع جدي انس بن مالك دار الحكم بن ايوب فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال فقال انس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم، يعني تحبس وترمى حتى تموت. وعنه به قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حا قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حا قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن شعبه بهذا الاسناد. وعن ابي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني مرما. وعن ابي قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، لعن إبا كبيرة، لأن اللعن من علامات الكبيرة. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، يعني اتفقوا مع صاحب الطير ايه؟ قالوا له حطها لنا هنا هننشن عليها نتعلم النشان، واللي يخيب هتاخده انت، كل سهم يخيب ملكك، عشان يشجعوه يعني يسيب لهم الطائر. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وده كمال الرحمة في ايه؟ في هذا الدين. الحيوان ما نعذبوش، فما بال الانسان يعذب اخيه الانسان. وعن ابي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج حا قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب بصبرا. وهذا اخر الكتاب، ونقف على كتاب الاضاحي وهو الكتاب السادس والثلاثين غدا ان شاء الله، وفيه ثمانية ابواب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، تقبل اعمالنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.